شهدت وزارة التربية والتعليم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة يستهدف إنشاء بنية تكنولوجية للمدارس بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي. ويأتي ذلك في إطار دعم وتنفيذ المشروع القومي حياة كريمة، والذي يعمل على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية خاصة التعليم، ويستهدف أكثر من نصف سكان مصر في مشروع قومي واحد في المحافظات والقرى المختلفة. يهدف البروتوكول إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية للتكامل والتنسيق المشترك فيما يتعلق بمحور التعليم وبناء الإنسان، كما يهدف إلى وضع خطط لاكتشاف ورعاية الموهوبين داخل المدارس في قرى المحافظات المستهدفة، وبتشكيل فريق عمل لرعاية فصول الموهوبين مدرب ومؤهل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي، ممثلة في الجامعات والأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب.